السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي شهيوات ام هبه. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي في تحضير البصاره. اللي بغى يعرف معايا الطريقه يتبع معايا الفيديو. ندوزو دابا لطريقه التحضير. نحتاج الى عندي هنايا كيلو الا ربع ديال الفول، ثومه، خرقوم عرق، سكنجبير، البزار والملح حسب الذوق، والزيت. انا عندي هنايا قريب لنص كاس ديال الزيت. في هذا الاناء غندير الفول، غنغسلو فيه. بعد ما غسلته مزيان دابا غنجيب الكوكوت او الطنجره اللي غنطيب فيها. دابا غنديرو هنايا في هذا الكوكوت. غنزيد عليه الزيت، بسم الله، وغنزيد عليها التوابل. دابا غنسد عليها. الماء اللي درت ليها ما طيبتوش، درتو غير الماء بارد. دابا غنسد عليها بحال هكا صافي. دابا غنديرها طيب ونتلاقاو في الشكل النهائي. هذه هي البصاره ديالي بعد ما طابت، هذه هي النتيجه النهائيه. درت لها شويه ديال الابزار من الفوق، ودرت ليها الزيت البلديه، خويت عليها شويه ديال الزيت البلديه. كتجي زوينه وكتجي لذيذه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا لي لايك واشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.